السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائنا بناتنا الأعزاء طلاب الثانوية العامة، أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد من برنامج مدرسة على الهواء ومادة الجيولوجيا والعلوم البيئية. يشرفنا في هذه الحلقة أن يتواجد معنا مستر هشام درويش خبير مادة الجيولوجيا في وزارة التربية والتعليم. منورنا في لقاءنا اليوم مستر هشام. مرحب بك يا محمد ومرحب بكل أبناء الطلاب، وإن شاء الله احنا خلصنا باب بحاله، نبدأ نراجع مع بعضنا ونبدأ بعد كده الأسبوع الجاي إن شاء الله الرحمن في باب جديد. لو سمحتوا إن شاء الله النهاردة تكونوا مخلصين تماما الباب الأول، مذاكرينه كويس، مراجعين عليه كويس أوي 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 أوي، عشان لما ندخل في باب جديد نحاول إيه ننمي المهارات بتاعتنا لغاية لما إن شاء الله الرحمن نوصل لآخر المنهج بإذن الرحمن وبالتوفيق بإذن الله. طبعا لازم تذاكر، لازم تعمل اللي عليك، تراجع كل شوية، طول ما انت اديك في المنهج هتبص تلاقي طول ما انت بتجيبه من اوله لاخره مش هتنسى. بمعنى ابنائنا كتير جدا البعض بيقول احنا بننسى جيولوجيا، بتنسى عشان بتذاكر الماده مره واحده وخلاص على كده؟ لا، كرر وانت بتراجع. برضو نصيحه مهمه جدا، لما بتمسك باب هاته من الاخر للاول. بمعنى ابتدي كده مراجعه الباب الاول ازاي، ابتدي من الجيولوجيا التاريخيه وعدم التوافق، خدهم دول كده مع بعض، بعد كده خلص الفواصل والفوالق، بعد كده الطيات، بعد كده هات الجزء بتاع مادة الأرض، وبعد كده علم الجيولوجيا وأفرع علم الجيولوجيا وأهمية دراسة هذا العلم. طب ليه كده؟ أنا بأكد معاك، أنت مش كل ما هتمسك الباب تمسكه من الأول وتيجي على النص تهنك شوية وتيجي تقفل خالص على الآخر، لا، عايزين نظبط بقى في مراجعتنا، أجيب الباب من الآخر للنص للأول عشان برضو أهتم بكل جزئية فيه. محضرين شوية أسئلة النهاردة مع بعض، معظم الأسئلة دي جت في امتحانات الثانوية العامة في السنوات السابقة. منتظرين اتصالاتكم، ربنا يوفقكم جميعا. نبتدي حلقتنا مستر هشام ورحلتنا مع أول سؤال عندنا النهاردة، بيقول لي اختر الإجابة الصحيحة من كل مما يأتي. تكون الشكل التالي نتيجة تأثير، مديني الشكل بالشكل ده كده مستر هشام، بيقول لي نتيجة تأثير، هل عوامل بيئية ومناخية؟ هل قوة تكتونية؟ هل قوة منبعثة من باطن الأرض؟ هل قوة ضغط؟ السؤال كويس اللي انت بدأت بالسؤال ده يا محمد، يعني حاجة جميلة جدا جدا. يا جماعة لو سمحتوا، مش كل الرسومات اللي احنا قلنا هتترسم يبقى هي دي بس اللي اذاكرها واحفظها وكده، لا، ممكن اي صوره عندي، صوره طالما موجوده في كتاب المدرسه موجوده وموجود عنها ليها اسم ليها بتاع، لازم اخد بالي منها كويس قوي لانها جزء من المنهج وموجود عليها في المنهج. زي ما الاستاذ محمد مشكورا ايه جاب لي صوره زي ديت. الصوره ديت طبعا انا اللي شايفه شايف شكل رمله. هل الرمله بتتكون نتيجه قوه تكتونيه؟ لا، غلط، هنعتبرها غلط. في مثلا ايه في السؤال، قوه منبعثه من باطن الارض، قوه ضغط الرمله بسبب قوه من باطن الارض؟ لا طبعا، ضغط برضه هو اللي هيعمل الرمله ده، لا مش بتاع. يبقى عوامل بيئيه ومناخيه اللي هو الاجابه الف. يبقى كده على طول كده، يبقى كده تكون الشكل التالي اللي هو علامات النين دي تكونت نتيجه تاثير عوامل بيئيه ومناخيه. نرجع لشكل تاني يا مستر هشام، سؤال تاني بيقول لي ما العصر الذي ينتمي اليه صقور تحوي؟ وجايب لي كده حفريات لاقدم طائر. طبعا لما ارجع بذاكرتي كده حفريات، زي ما اتفقت مع اولادي يجيبوا العصور الجيولوجيه كلها، يحاولوا يرسموها يكتبوها موجوده قدامهم كصوره، يحطوها قدامه ايه على المكتب. عامه حفريه اقدم طائر انا متذكر ان هي كانت في العصر الجوراسي، يبقى ديت في العصر الايه الجوراسي. معنا اتصال مستر هشام. معنا محمود بن كفر الشيخ، اهلا وسهلا بيك في لقائنا اليوم يا محمود. ازيك يا مستر، عامل ايه؟ منورنا في لقائنا اليوم. الله يخليك. في اي استفسار في الباب الاول معنا؟ لا تمام الحمد لله. طيب ماشي. محتاج اي حاجه مننا واي مساعده في اي حاجه؟ لا، ممكن اشارك في البرنامج؟ تعالى اتفضل. خلاص تشارك معنا في حل السؤال اللي جاي؟ ايوه ماشي. يشرفنا طبعا تواجدك معنا يا محمود. نشوف كده السؤال اللي جاي مستر هشام. مديلي بيقول لي ادرس الشكل التالي ثم اجب عن الاسئله التاليه. بيقول لي كده، اولا حدد التراكيب الموجوده بالشكل. ايه التراكيب اللي انت شايفها؟ هي محدده. تمام. بص يا محمود، هو بيقول لك حدد، خلي بالك برضه قريت السؤال ثلاث ارباع الاجابه، حدد التراكيب. يبقى لو هي طايه محدده كان ايه حدد التركيب،
ماشي يا محمود، نكمل مع بعضنا كده. طبعا فتح. هو هنا معنى ان هو جمع مصر شيم باكيد كده في كذا شكل يعني. الله يفتح عليك. فهنا التراكيب اللي موجوده طبعا عندنا في اتنين طيه محدبه، في الجزء الامامي ده في طيه محدبه، وورا طيه محدبه اخرى، وفي ايه كمان يا مستر هشام؟ هي اصلا كانت طيه محدبه واحده يا استاذ محمد، بس حصل فينهم كسر وكسر، فبالتالي عندي ايه؟ فالق ذو حركه افقيه، يبقى عندي الشكل دوت، هنقول ايه؟ طيه محدبه وفالق ذو حركه افقيه. مش هم عندي الترتيب مين الاول ومين يعني بالنسبه لايه كتابه، في الكتابه لما بقول لي حدد التركيب يبقى طيه محدبه نمره 2 فالق ذو حركه افقيه، فالق ذو حركه افقيه. طب السؤال اللي بعد كده مستر هشام بيقول لي ايهما احدث؟ بص ايهما احدث؟ بص دايما دايما الحاجه اي جسم بيحصل ويتكسر يبقى الكسر دايما احدث، فاحنا بنقول فالق ذو حركه افقيه، يبقى الفالق ذو الحركه الافقيه هو الاحدث. دايما كده قاعده في حياتنا ان الكسر هو دايما احدث. اتفضل. يبقى كده احنا شفنا كده الطايه اتكونت الاول في الطبيعه، الطايه اتكونت الاول وبعد كده الفالق كسرها، عشان كده قلنا يا جماعه هنا الفالق اللي يعتبر احدث من الطايه عندنا. نرجع كده مستر هشام سؤال اخر بيقول لي الحفريات ا ب ج د ه تتواجد في اربع طبقات مختلفه، ادرسها جيدا ثم اجب. مديني بقى طبقات بالشكل ده كده. ايوه طبعا الطبقات المجموعه الاولى من الطبقات زي ما احنا شايفين كده كل طبقه ليها مجموعه حفريات غير الاخرى. سؤالنا الاولاني بيقول لي كده حدد اي منها تعتبر حفريه مرشده مع التعليل. مستر هشام ازاي بنقدر نحدد الحفريه المرشده؟ نفتكر بس الاول نفتكر يعني ايه حفريه مرشده. حفريه مرشده لازم تكون الاول حفريه، اولا تكون مدى زمني مقيد، يعني ظهرت مره واحده في طبقه واحده في عصر واحد، انتشار جغرافي واسع. انت جايب لي اربع قطاعات يا استاذ محمد، اربع قطاعات، اشوف ايه الحرف اللي هو موجود في طبقه واحده بس، دي حاجه، والحرف ده يكون موجود في الاربع قطاعات مع بعض. فتيجي نشوف مثلا ايه بالنسبه الاولانيه، ب مثلا في اول قطاع اللي هو على اليمين خالص يا استاذ محمد، عندي ب ديت موجوده فوق خالص، ب موجوده في الطبقه اللي فوق هنا، مش موجوده تحت تاني، مش موجوده تحت في المجموعه دي تاني خالص، جيم لكن متكرره ب يا مستر هشام متكرره. لو شفناها باقي الطبقات هنلاقيها متكرره في الطبقات اللي تحت دي. الغي ب خالص. خلاص ليه كده بقى؟ معنى ان هي موجوده في اكتر من طبقه، ده دليل ان هي اخذت مدى زمني طويل مش محدد. الله يفتح عليك. نبص جيم اللي جنبها اللي معاها، نشوف جيم اللي معاها برضو. لو بصينا الجيم هنبص نلاقي جيم في الطبقه ديت، هلغيها على طول من اول قطاع لانها موجوده برضو في جيم في الطبقه وفي التحت الطبقه اللي الطبقه اللي تحت، يبقى كده برضو جيم شطبنا جيم مش هتنفع معانا برضو. طب نخش بعد كده في كمان الف، نشوف الف. الف متكرره في اخر طبقتين يا مستر هشام، يبقى نلغيها، وفي نفس الوقت متكرره فوق في اول طبقه طبعا في مناطق تانية، يبقى برضو كده الف مش هتنفع معايا. كده فاضل لنا مين بقى؟ ه. يبقى دال ناخده واحده واحده، احنا خلاص خلصنا من الف وب وج، نشوف دال. نشوف دال. هنلاحظ ان دال موجوده في الطبقه الثالثه هنا، ايوه، وموجوده في الطبقه الثالثه برضه هنا في المنطقه الثانيه. الله يفتح. موجوده في الطبقه الثالثه في المنطقه الثالثه، موجوده في الطبقه الثالثه في المنطقه الرابعه. معنى ان هي موجوده في الاربع مناطق بالشكل ده كده، يبقى ده دليل على ايه يا مستر هشام؟ اولا ان هي منتشره انتشار جغرافي واسع، حاجه ثانيه ما لقيتهاش غير في الطبقه الثالثه بس، يبقى ايه؟ مجازا هناخد دال دلوقتي، برضه نتاكد اذا كانت هي موجوده معانا ولا لا، يبقى دال ديت دلوقتي ينطبق عليها شروط الحفريه المرشده. ينطبق. هي موجوده في طبقه واحدة. يبقى ده دليل على مدى الزمن المقيد، المدى الزمني المحدد، والموجوده في كل القطاعات يبقى انتشار جغرافي واسع. نتاكد من ايه عشان لما نيجي نجاوب نقول ايه اذا كانت دال بس ولا دال وهي؟ هي موجوده في اول قطاع، موجوده في الطبقه الثانيه، وفي القطاع الثاني في الطبقه الثانيه. الله يفتح عليك. القطاع الثالث موجوده في الطبقه الاولى، وفي الطبقه الثالثه في القطاع الرابع. يبقى هنا بقى لخبطنا الدنيا، يبقى هي برضو ايه؟ لا ينطبق عليها شروط الحفريه المرشده، يبقى الاجابه بتاعتي هتكون د، لانها لها مدى زمن مقيد وانتشار جغرافي واسع. ده اول سؤال. السؤال الاخر يا مستر هشام، ما اهميه دراسه التتابع الحفري؟ ما أهمية دراسة التتابع الحفري؟ ما أهمية طبعا إحنا لما بندرس تتابع الحفريات في الطبقات بنأكد على كذا حاجة مع بعض. نقدر ندرس أول حاجة تطور الكائنات الحية اللي موجودة عندي على سطح الأرض، نقدر نحدد هل في أسطح عدم توافق موجودة، وخاصة عدم التوافق الانقطاعي،
وفي نفس الوقت كمان من خلال دراستنا الحفريات نقدر نعرف ظروف البيئة القديمة وعمر الصخور اللي موجودة في البيئة دي. يبقى ده سؤال جميل جدا يا استاذ محمد، فيه بص اجابات كتير قوي. دايما لما نيجي نشوف، شوف كلمه حفريات قريتها فين؟ انا قريتها في البتاع، في اول حاجه في التعريفات اللي هو علم الاحافير، يبقى بنعرف منها عمر الصخور، اقدر اعرف منها الظروف البيئيه، اقدر اعرف اذا كان في تطور للحياه ولا لا، اخر حاجه زي ما قلت مشكورا تحديد اصل وعدم التوافق الانقطاعي. معانا اتصال عبد السلام من المنوفيه، اهلا وسهلا بيك معانا. اهلا مستر محمد، اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم، منورنا في لقائنا اليوم. ربنا يحفظك. اتفضل يا استاذ. في اي استفسار يا فندم؟ بخصوص الحفريه المرشده. تمام اتفضل. الحفريه المرشده، اما اقول عايز حفريه مرشده برديه، انه كائن اللي يصلح لذلك؟ او حفريه بريه مائيه، انه كائن اللي يصلح لذلك؟ هذا سؤال. تمام. طيب هل الجزئية دي كده ليها علاقة بمنهجنا أو مذكورة في منهجنا؟ نعم. يعني هل جزئية أمثلة الحفرية المرشدة موجودة في منهج الطالب في الثانوية عامة؟ لا حضرتك، يعني أنا بسأل، أنا بسأل دلوقتي، إحنا ضربنا المثال بخصائص الحفرية المرشدة. تمام. أنا عايز أحقق الكلام ده بقى كواقع، يعني أنا أقول للطالب زي كذا زي كذا. طب مشكورا، احنا دلوقتي بنشرح الايه المنهج حضرتك والجزء اللي ممكن الولد يسال فيه. انا دلوقتي مثلا انا قلت ثلاثيه الفصوص، قلت ثلاثيه بس ما جتش وانا في المنهج ان انا شرحت ان ثلاثيه الفصوص دي موجوده في عصور بعد كده ولا لا، فما اديتش الولاد. انا قلت له تعريف الحفريه المرشده، لان انا دلوقتي في تعليم ما قبل الجامعه. في الجامعه ان شاء الله ابناء الطلبه هياخدوا الحفريه المرشده وامثله ليها واشكال ليها، وهو اللي يحددها كمان. بس هنا دلوقتي ابن الطالب ليس مطلوب منه تحديد امثله للحفريات المرشده الموجوده عنده. انا عندي مثلا، يعني انا كمعلومات عندي في من دراستي ان هو الاركوبتريكس دوت هي حفريه مرشده، بس ما قلتش اللي هو اقدم هي حفريه الطائر، بس ما قلتش للطالب ومش هقول له ومش هساله عليه اقول له ايه اديني مثال او تعتبر اقدم حفريه الطائر هل تعتبر حفريه مرشده ولا لا، مش هساله ومش مش مجال للسؤال اطلاقا. شكرا يا استاذ. بنشكر حضرتك وبنشكر اتصالك كتير معانا مستر. نشوف كده برضو سؤال تاني. اتفضل. سؤال تاني مستر هشام بيقول لي هنا ادرس الشكل المقابل ثم اجب عن الاسئله الاتيه. اولا، ما نوع التركيب رقم واحد؟ علل لما تقول. التركيب مش هقول لي يا مستر هشام. أيوة. التركيب واحد، مش هقول لي على طبقات، الطبقات واخده شكل انحناء بالشكل ده كده. جميل قوي، انت جاوبت لي نص السؤال. طالما انحناء، انحناء تجاعد كلام ده كده، يبقى دي طيه. بس اياك تقول طيه وتسكت، لازم تقول نوع الطيه يا استاذ محمد. يبقى ما نوع التركيب رقم واحد؟ طيه مقعره. علل لما تقول، احنا هنشوف نفتكر الطيه المقعره كان بنقول ايه، لان الطبقات تنحني لاسفل. حاجه تانية ممكن ازودها كمعلومه هي مش موجوده عندي، بس لان اقدم الطبقات احدث الطبقات توجد ايه في المركز ده، لو ايه التعليل بتاعي. يبقى التعليل ان الطبقات تنحني لاسفل، وفي نفس الوقت لان احدث الطبقات بتوجد في المركز. سؤالنا بيقول لي ما نوع التركيب رقم 2 وكيف يمكن الاستدلال عليه؟ التركيب رقم 2 يا مستر هشام جايب لي سطح بالشكل ده كده، السطح ده تحتيه انسناء للطبقات بالشكل ده كده اهو. طيب بص يا استاذ محمد، الاول ايه سطح السطح ده بالشكل ده كده، وتحتيه طبقات منحنيه بهذا الشكل. انا عاوز ولادي ياخدوا قاعده في حياتهم في التعامل، لما يكون في خط تقريبا شبه عرضي في الصوره جاي من الشمال لليمين في الصوره، من الشمال للصوره لليمينها في الغالب كده، ده 90% ان هو ده سطح عدم توافق يا استاذ محمد، سطح عدم توافق. دلوقتي انا عندي عدم التوافق، قلنا في ثلاث انواع، يا عدم توافق متباين او زاوي او انقطاعي. مبدئيا قلنا اللي فوق كله افقي، يبقى بص على اللي تحت. امسك يا استاذ محمد اي طبقه كده هتلاقي عامله زاويه مع السطح اللي هو اللي انت نمره 2 ده بتقول عليه. اي طبقه بمزاجك زي ما تحب، الطبقه الغامقه دي اي طبقه بالشكل ده كده عامله زاويه ولا لا؟ على طول الزاويه هنا اهي، هات لي الطبقه الغامقه مثلا. لو جبنا الطبقه الغامقه دي كده عامله زاويه هنا زاويه يا استاذ محمد اهي، يبقى ده عدم توافق. ايه يا استاذ محمد؟ عدم توافق زاوي، عدم توافق زاوي. يبقى دوت الشكل السطح نمره 2 عدم توافق زاوي. كيف يمكن الاستدلال عليه؟ انا شايف ايه؟ اختلاف في ميل الطبقات، اختلاف في ميل الطبقات. ابن حريص شويه عاوز يكتب بقيه الشواهد الداله على اصله عدم التوافق. معانا اتصال اسماء من الدقهليه، اهلا وسهلا بيك يا اسماء. اهلا
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا حضرتك يا مستر، منورانا في لقائنا اليوم. في أي حضرتك استفسار يا أسماء؟ معلش يا مستر، السؤال اللي كان من أول الحصة أنا ما حضرتوش، معلش ممكن تعيده تاني؟ طيب تابعينا إن شاء الله، ممكن تشوف الحلقة في المراجعة إن شاء الله النهاردة بالليل، ولو في أي استفسار طبعا يشرفنا اتصالك في أي وقت. وحضرتك هتعمل مراجعة النهاردة بالليل؟ لا، ما هي الحلقة بتتعاد بالليل تاني عشان نشوف بس أكبر كم من الأسئلة. في أي استفسار عندك يا أسماء النهاردة في لقائنا؟ لا ألف شكر يا مستر. مش تابعينا بقى، وشوفي برضو هتلاقي في أسئلة كتيرة، ربنا هو يوفقك. مثلا اسمها كانت صورة لعلامات النعم، فبنقول لهم ايه التأثير، ايه الصورة دي متأثرة بإيه، فكانت طبعا الإجابة بتاعتها اللي هي قوة عوامل بيئية ومناخية، كانت الصورة، فبنقول ايه ان هي صورة كانت علامات النعم. اتفضل اسمع. نرجع كده سؤال آخر يا مستر هشام، بيقول لي اختر الإجابة الصحيحة. أحد أغلفة الأرض يتكون من صخور حديد ونيكل. مديني بعد كده اللب الداخلي، الجزء العلوي من الوشاح، اللب الخارجي، القشرة الأرضية. هنتعلم محمد، نرجع بذاكرتنا دايما ان احنا بنقول ايه، هنختار الاجابه الصحيحه بالحذف بالحذف. يبقى احد اغلفه الارض، الاول اقراه كويس قوي، يتكون من مصهور الحديد والنيكل. اللب الداخلي انا اعرف ان هو صلب عالي الكثافه، نحذف. الجزء العلوي من الوشاح انا اعرف ان هي صخور لدنه مائعه، لدنه مائعة، نحذف. اللب الخارجي انا افتكر ان هي مصهور، بس ايه اتاكد من الرابعه عشان ايه لما اجي احذف. القشره الارضيه دي ما اتكلمناش عنها، ان هي اعرف ان هي صلبه، يبقى نحذف الثلاثه، يبقى ما عنديش غير اجابه واحده، الاجابه جيم، اللب الخارجي من مصهور الحديد والنيكل. بالمناسبه سعيده، طب تفتكر يا استاذ محمد ايه اهميه ان اللب الخارجي من مصهور الحديد والنيكل بيعمل ايه؟ طبعا بيبتدي بيدور المصهور دوت، يدور المصهور بتاع الحديد والنيكل حول اللب الداخلي الصلب، الله يفتح، وهذا الدوران بينشأ عنه المجال المغناطيسي للأرض. ده احنا بنرجع مع ولادنا كده كل حاجة برضو نفكر وندخل على السؤال التاني. اتفضل يا سبحان الله. بيقول لي ادرس الشكل التالي ثم اجب عن الأسئلة التالية. مديني يا مستر هشام، بيقول لي قارن بين ما يدل عليه كل من العنصرين، ومتحدد هنا العنصرين بلون مختلف يا مستر هشام. العنصرين واحد واثنين. واحد. العنصر واحد كتلة الصخر دي يا مستر هشام. الله يفتح عليك. والعنصر اتنين كتلة الصخر ديت. جميل قوي. بص يا محمد، انت قلت لي عنصرين، برضو الله يفتح عليك، كويس قوي ان انت نبهتني عشان يمكن اكون اتسرع واجاوب بسرعه. لا، انت بتقول عنصرين ما قلتش التركيبين. فتعالى بقى نمسك بقى العنصرين، يعني جزء من الفوالق، هي دي كلها فوالق. فالنمره واحد دي لو سمحت في خط مايل كده يا استاذ محمد، الخط المايل ده انا شايف نمره واحد، ايوه الخط ده، شايف نمره واحد دي تعلو الخط، الله ممتاز ممتاز قوي، شايف نمره واحد دي تعلو الخط، يبقى دي صخور الحائط العلوي، يبقى نمره واحد عنصر هو اسمها صخور الحائط العلوي، يبقى بالتالي نمره اتنين صخور الحائط السفلي، الله يكرمك، يبقى بالتالي لما عملت لي انت المسطره دي او الحد ده، يبقى ده صخور الحائط العلوي نمره واحد، نمره اتنين صخور الحائط السفلي. هو بيقول لي قارن ما بينهم يا مستر هشام، يبقى اقول له كده طبعا صخور الحائط العلوي كتله الصخور اللي بتعلو مستوى الفالق، بينما صخور الحائط السفلي كتله الصخور اللي بتقع اسفل مستوى الفالق. الله يفتح عليك. معانا اتصال محمود من المنيا، اهلا وسهلا بيك يا محمود في لقائنا اليوم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بعد اذن حضرتك بس انا عندي استفسار. اتفضل. هو انا ما باخدش السنه دي ان شاء الله كده دروس جيولوجيا، بس والله انا بتابع حلقات اللي هي اليوتيوب السنه اللي فاتت. تمام. فعايز بس اعرف اذا كان في تغيير بس جديد او حذف، فمش عارف. ماشي. طبعا المنهج من العام الماضي للعام دوت برضه ما فيش اي تغيير خالص في المنهج يا محمود. تمام. يعني اطمن كده تمام والدنيا تبقى مظبطه ان شاء الله. مفيش اي تغيير محمود، يعني المذاكره بس، ممكن احنا واحنا بنجدد مثلا فبنجيب اسئله جديده، بنجيب نوعيه من الاسئله، بنراجع مع بعضنا، فراجع دي ودي، يعني مثلا شوف الحلقه مثلا ديت في الحلقتين مثلا دي بتاع السنه فاتت، وبرده تابع معانا الحلقات الجديده ان شاء الله، يمكن التغيير بس ايه نوعيه الاسئله، بنجدد في الاسئله. اتفضل. انا الحمد لله بتابعك والله، انا وصلت للفصل الثالث الصخور، بس والله انت شرحكم 100 100 والله، بس انا يعني حبيت اتصل لان انا مش لاقي الصراحه حد اساله. ربنا يوفقك. ربنا يكرمك ان شاء الله، ان شاء الله مفيش اي تعديل في المنهج العام دوت زي العام الماضي بالظبط، سواء الاختلاف في كم الاسئله بقى، يعني خليك دايما
مع الأسئلة الجديدة معانا برضه عشان تقدر تظبط الدنيا معاك أكتر إن شاء الله. ربنا يكرمك. ربنا يوفقك يا رب. نرجع كده مع بعض. سؤال آخر مستر هشام بيقول لي: حدد اسم ورقم التركيب الذي تكون نتيجة تأثير قوى ضغط. عايزين اسم ورقم التركيب الذي تكون نتيجة تأثير قوى ضغط. هو طبعا إيه؟ عايزين برضو نحلل الشكل كله يا مستر هشام بعد ما نجاوب السؤال ده. انا بحب كده، الله يفتح عليك يا استاذ محمد، دايما بحب لما اجي امسك رسمة او كده اكتب عليها البيانات كلها لوحدي. فبالنسبة لنمرة واحد دي احنا قلنا صخور حائط العلوي، نمرة اتنين دي صخور حائط السفلي. طب انا شايف صخور حائط العلوي تحركت الى اعلى الجزء نمرة واحد يا محمد، فبالتالي ده فالق معكوس مبدئيا، خلاص يبقى ده فالق معكوس وبتاع. نيجي للجزء اللي جنبه نمرة ثلاثة، انا شايف نمرة ثلاثة دي صخور حائط العلوي، الجزء نمرة ثلاثة الجزء ده اسمه صخور حائط السفلي، صخور حائط العلوي. حلو الكلام. طب دي اتحركت الى اسفل، يبقى ايه بس ما بينهما؟ الكتله ديت متاثره بكسرين في نفس الوقت. مستر هشام انا قصدي اللي هو الفارق اللي ما بينهما يبقى على اليمين دوت، هيكون فارق على اليمين اللي هو نمره 3 يمين 3 ده فارق عادي، وعلى شمالها فارق عادي برضو. الله يفتح عليك. وهنيجي نتكلم عنها. يبقى نمره 3 دي كتركيب فارق خندقي او فارق خسفي نمره 3. اللي هو كانت نمره 5، برافو عليك. او نمره 5 اللي تحت دي، دي بتقول فوالق عاديه، فوالق عاديه. تمام. الشكل 4 بقى، الشكل 4 انا شايفه طالع دخل لقدام او يعني لجوه شويه، يبقى ده فالق ذو حركه افقيه. جميل. يبقى عندي ما بين 1 و2 فالق معكوس، الله يكرمك. 6 ده اللي هو ايه، هيكون ايه الفالق المعكوس. طب نرجع بقى للاسم. حدد اسم ورقم التركيب الذي تكون نتيجه قوى ضغط. انا افتكر ان قوى الضغط بتكون حاجه من الاثنين، يا اما فالق معكوس يا اما فالق الدسر. انا ما عنديش هنا فالق دسر، يبقى الشكل رقم 6 او الخط او التركيب رقم 6 ده فالق معكوس تكون نتيجه ضغط، لان صخور الحائط العلوي تحركت الى اعلى. تمام. نرجع لسؤال اخر تاني يا مستر هشام، بيقول اختر الاجابه الصحيحه. عدم اكتمال السجل الجيولوجي كاملا في منطقه ما يدل على وجود طيات محدبه، عدم توافق، حدوث حركات بانيه للجبال، انقراض الزواحف العملاقه. الله يكرمك. وجود طبعا احنا عرفنا ان السجل عمره ما يكتمل ابدا 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 بسبب وجود، هنشوف دلوقتي هل الطيات، لا مش دلاله، مش دلاله على كده، يبقى الدلاله هنحذفها. عدم توافق، انا افتكر ان عدم التوافق ده من اسباب عدم اكتمال السجل الجيولوجي. طبعا حركات البنيه الجبال انقراض الزواحف لم تذكر في الحته ديت، يبقى عدم التوافق اسمها. نرجع سؤال اخر مستر هشام. اتفضل. بيقول لي ادرس الشكل التالي ثم اجب عن الاسئله التاليه. بيقول لي اذا كانت الصخور دي هو الصخر الناري المكون للقشره القاريه فتعرف عليه. كتله الصخر دي اللي هي الكتله دي يا مستر هشام، الكتله اللي تحت دي كده، كتله الصخر دي اللي هي الكتله دي كلها كتله من الصخور. وهي قال لي كده هو الصخر الناري المكون للقشره القاريه. انا فاكر القشره القاريه يا استاذ محمد، انت قلت لي صخور جرانيتيه تتكون من اللي هي من سيليكا 70% والومنيوم، سيليكا والومنيوم، يبقى دي وبسميها صخور السيال، بسميها صخور السيال، يبقى بتعرف عليها دي صخور السيال، وهي صخور جرانيتيه تتكون من سيليكا 70% والومنيوم. السؤال اللي بعد كده بيقول لي س س وص ص سطحة عدم توافق، ما نوع كل منهما؟ مستر هشام هنلاحظ حاجة، سين سين سطح اهوت، السطح ده باين جدا تحتيه طبقات وفوقيه طبقات. بص يا استاذ محمد، انا الطبقة الف طبقة افقية، الطبقة به كلها، الطبقة به كلها ايه دي كده كلها؟ ايه دي سوري، ايه كلها؟ افقية. طبقة افقية. طب به كلها افقية، سي كلها افقية. لو سمحت مالكش دعوه بالشرط اللي جوه بيه، عشان دي كانت عملت بعض ابناء الطلبه حصلت لهم لخبطه، مالكش دعوه بالشرط اللي جوه بيه، دي مش شرط مايله، هي اشوف طبقه بيه كلها على بعضها، الطبقه كلها كده يا مستر هشام، عشان اقول عليها الله يخليك يا استاذ محمد، مالكش دعوه بالشرط اللي جواه يا محمد، عايز السطح ده. يبقى دي طبقه افقيه واللي فيها طبقه افقيه، سطح س س س س، يبقى ده سطح عدم توافق انقطاعي، سطح عدم توافق ايه؟ انقطاعي. الله يفتح عليك. السطح صاد صاد. طيب. السطح صاد صاد. السطح صاد صاد. ده تحتيه باين جدا ان الصخر اللي احنا قلنا عليه الوقت ده صخر ناري. طب صخر ناري وفيه صخور رسوبيه. رسوبيه. يبقى ده سطح عدم توافق متباين، سطح عدم توافق متباين. سؤال جميل قوي فكرتني بيه يا استاذ محمد.
مستر هشام سؤال آخر بيقول لي: ماذا يحدث عند حدوث انثناء للطبقات بحيث يكون أحدثها في المركز؟ لا اقراه لي تاني معلش عشان ايه حدوث نقرا السؤال انثناء اللي في اخره. الطبقات بحيث يكون أحدثها في المركز. هو انثناء لوحده هيبقى طية، بس لا اقرا الاخر حرف في الجملة بحيث يكون احدثها في المركز. انا اعرف ان الطية المقعرة هي اللي ايه طبقات الاحدث في المركز، يبقى لازم تقول طية مقعرة. طية مقعرة ما ينفعش اجابة تانية، ما ينفعش طية بس ولا تقول لا. ماشي، يبقى لازم طية مقعرة. طب تفكرني بقى يا استاذ محمد، الطاية المقعرة ايه شروطها؟ طبعا احنا قلنا تكونت نتيجة قوة ضغط، جميل، وكده طبقاتها تنحني لأسفل الله يكرمك. وفي نفس الوقت أحدث طبقاتها في المركز. طب عكسها ايه؟ عكسها الطاية المحدبة على ايوه طول، ايوه الطاية المحدبة طبقاتها تنحني إلى أعلى، ولو جينا شفنا أقدم طبقاتها تكون في المركز. الله يكرمك. وبما إن حصل انثناء، ممكن نجد هنا في الانثناء ده أهمية الطيات. بمعنى كمان ممكن المكان دوت يبقى مكامن او مصايد يتواجد فيها ويتجمع فيها زيت البترول، مياه جوفية، خامات المعدنية. طبعا ممكن تدل على حدوث احداث جيولوجية بتتعرض ليها المنطقة، يستدل منها على الاحداث الجيولوجية، ونقدر برضو نحدد العلاقة الزمنية بين الطبقات اللي موجودة في المنطقة. الله يفتح عليك، حلو قوي ان احنا نراجع كده اول باول. اتفضل نرجع برضو سؤال آخر يا مستر هشام، اتفضل. بيقول لي: تأثر الصخور بفيلقين عاديين يتحدان في صخور الحائط العلوي. تأثر الصخور بفيلقين عاديين يتحدان في صخور الحائط العلوي. الاول يا محمد، طالما في سؤال فيه يقول لك فالقين عاديين، فالقين عاديين، يبقى احنا دخلنا كده يا اما فالق خندقي يا اما فالق بارز. نيجي نقرا لغايه اخر جمله، في صخور الحائط العلوي، صخور الحائط، يبقى الفالق الخندقي، الفالق الخندقي. افضل ان ولادي يرسموها، افضل ان ولادي يرسموها. ليه؟ لما تجي له جمله زي دي لو سمحت ما تجاوبهاش، يعني هرسم كده. بص ادي عندي ايه؟ فالق، ده فالق عادي، دي صخور الحائط السفلي، دي صخور الحائط العلوي، دي صخور الحائط السفلي، ده فالق عادي وده فالق عادي، الاثنين اتحدوا في صخور الحائط العلوي، يبقى ده فالق الخندقي او الخسفي. لو قلت لك اللي قلت معاك العكس يبقى تقول ايه مثلا فالق ساتر، بس هو بالرسمه كده تنطبق على الجمله اللي حضرتك قلتها لي، يبقى ده فالق خندقي، فالق الايه؟ الخندقي. سؤال آخر مستر هشام بيقول لي: اتفضل. الشكل الذي أمامك يوضح بعض التراكيب الجيولوجية، ادرسه جيدا ثم أجب. تعالوا نشوف الشكل اللي قدامنا ده كده مع بعض. طبعا جايب لي شكل بالشكل ده كده، وبيقول لي هنا أولا: ما نوع التركيب سين سين؟ علل لما تقول. انا لسه كنت بقول لك طبعا يا استاذ محمد، سين سين يا مستر هشام برضه عشان تبقى الصورة واضحة، ايوه الله أهو يفتح عليك، الكسر ده كده أهو. الله يفتح. بص يا استاذ محمد تاني، لسه شايف قايل لاولادي لما يكون الخط ماشي تقريبا من يسار الى يمين الشكل جاي هنا كده، قدامك، لو جاي جاي كده كده، افق هيبقى في كده. الغالب هيكون عدم توافق. لما يكون سطح كده جاي مايل ومن اعلى الى اسفل في الغالب هيكون ايه وفي ميل، هيبقى دوت فالق ايه، فوالق عامه، اشكال فوالق. طب تعالى بص يا استاذ محمد، سين سين دوت انا شايف ان على يميني، على يميني هي صخور، صخور الحائط العلوي، الجنب ممكن ده كده صخور الحائط العلوي. صخور الحائط، الله يفتح، لان تعلو مستوى الفالق، تعلو مستوى الفالق. طب صخور الحائط العلوي تحركت لاعلى ولا الاسفل؟ انا الرسمه دي فيها لعب جميل قوي قوي قوي، فنعمل ايه؟ اشوف اللي شايف القاطع ده يا محمد شاور لي عليه، دي طبقه، هاخد الطبقه دي كمثال ليا، فانا شايف ان صخور الحائط العلوي اللي هي الطبقه دي اتحركت الى اعلى، تحركت الى ايه؟ اعلى، يبقى صخور الحائط العلوي اتحركت الاعلى، يبقى س س فالق معكوس، ويحصل نتيجه ايه؟ نتيجه ضغط. ربنا يكرمك، اتفضل. يبقى هنقول س س فالق معكوس، لان صخور الحائط العلوي تحركت الى اعلى لاعلى بالنسبه لصخور الحائط السفلي. السفلي. معنا اتصال اسراء من القاهره، اهلا وسهلا بك يا اسراء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا مستر محمد؟ منورانا في لقائنا اليوم يا اسراء. ازي حضرتك يا مستر هشام؟ ازيك يا اسراء، ربنا يكرمك يا بابا. الحمد لله. ازي حضرتكم؟ الف شكر يا مستر على المجهود اللي انتوا بتعملوه ده، والله احنا ما احناش عارفين نعمل مع حضرتكم ايه. ربنا مع يجزيك الاسره خير.
وعلى أسرة البرنامج. لا واقول لك كل اللي تعمليه ربنا يكرمك واجتهدي كده وتفرحينا بالستين ان شاء الله اخر السنه، بتبقى فرحتنا غامره يعني، فرحه جميله جدا جدا لما نسمع ان اسراء وزميلها جايبين الدرجه النهائيه، صدقيني من اعلى فرحتنا جدا جدا، فرحه جميله جدا جدا. ربنا يكرمكم يا بنتي. لو سمحت يا مستر عندي سؤال. اتفضلي يا اسراء. ما هو اقرب الفوالق الفوالق اتفضلي للفلك ذو الحركة الأفقية؟ للفالق ذو الحركة الأفقية؟ أيوه. من الناحية الجيولوجية. من الناحية الجيولوجية. الجيولوجية. معلش يا مستر، اللي هي حصة العصور أنا ما فهمتهاش أوي، معلش لو في كل حصة لقيته مثلا دقيقتين في الآخر ممكن تشرح لنا كل مرة عصر. حاضر نأكد معاكي. حاضر يا إسراء، يعني هنراجع معاكي على طول العصور في الفترة اللي جاية، هتبقى معانا على طول، الجزئية دي هتتكرر معانا كتير بعد كده. لأنها جزئية صعبة بصراحة. طيب حاضر حاضر يا إسراء. ممكن مستر شين كان قال ممكن نصور الورقة بتاعة العصور وتخليها قدامك على طول، هتبص تلاقي الدنيا تبقى سهلة وذاكرتك على طول إن شاء الله. أستاذنك أستاذنك يا إسراء لو سمحت، صوري كتاب المدرسة الصفحة بتاعة العصور، صوريها وحطيها قدامك وصدقيني صدقيني، واعملي بس النصيحه دي لمده، شوفيها بعد 3 اسابيع 4 اسابيع هتبقى واقعها ايه عليك، صدقيني هيكون واقع جميل جدا، لان هي بتبقى ازمنه بنحفظها، هننساها تاني يوم. انا ربنا يكرمك يا ابو، اتفضلي. شكرا، ربنا يخليك يا مستر. انت عايزين اي حاجه يا مستر؟ ربنا يكرم الدعاء. ربنا يعزك يا رب، شرفنا اتصالك في اي وقت يا اسراء. شكرا، اتفضل. سؤالها مستر هشام برضو، ما هو أقرب الفوالق للفوالق ذو الحركة الأفقية من الناحية الجيولوجية؟ طب هو السؤال ده طبعا يعني الأقرب من الأقرب اللي هو صدوع عرض، اللي هو الصدوع العرضية دي هناخدها لسه في الباب الرابع يا أستاذ محمد. الصدوع الانتقالية العمودية. عمودية، صدوع انتقالية عمودية، دوت الإجابة بتاعت السؤال ده. لو سمحتوا إياكم تقولوا أقرب ليها اللي هو الإيه؟ الفالق الدسر. غلط، ملهاش علاقة خالص خالص خالص. السؤال ده إجابته الصدوع الانتقالية العمودية، ودي هناخدها لسه في الباب الإيه؟ الرابع. ماشي؟ بالنسبة للعصور يا بنتي دي حاجات بنحفظها وهنساها وبنحفظها وهننساها، فبقول إيه؟ حطي صورة تبقى موجودة قدامك اللي هو الجدول موجود قدامك، إن شاء الله هيساعدك كتير قوي، وربنا يسهل برضه، هنحاول إيه نراجع عليها كتير إن شاء الله. بالتوفيق يا إسراء. سؤال آخر يا مستر هشام، بيقول لي ما نوع التركيب صاد علل لما تقول؟ نرجع برضو كده، تركيب صاد طبعا الطبقات منحنية هنا، الطبقات بتنحني لأعلى بالشكل ده كده اهو، يبقى دي طية محدبة ولسه متكلمين عنها. طبعا لو هنقول علل لما تقول يبقى الإجابة عندي لأن الطبقات تنحني لأعلى نتيجة ضغط، تنحني لأعلى وأقدم الطبقات في المركز. طبعا برضو هنا مستر هشام لو سألني بقى مين الأقدم عمرا، يا ترى العرق اللي عندي ولا الفالق، هتبقى الإجابة هنا إيه؟ مين اللي مكسور يا محمد؟ طبعا العرق هو اللي كسر اتكسر واتحرك بعد الكسر ده كمان، يبقى الفلق احدث، يبقى العرق اقدم. يبقى كده تاني نخلي بالنا من النوعيه دي من الاسئله الله تتكرر على طول، انا لقيت عندي العرق دوت مكسور، يبقى كده ده دليل ايه؟ العرق اتكسر، يبقى ده دليل لانه اتكون الاول، بعد كده الفالق جه كسر وحركه. الله يبقى. طيب انا لو لقيت العرق كتله واحده والفالق مارر بيه، ده دليل على ان الفالق اتكون الاول وبعد كده مر بيه العرق، عشان كده العرق ما قدرش الفالق يكسره، لان العرق احدث من الفالق دوت. يبقى تاني لقيت العرق اللي عندي مكسور، يبقى ده دليل على ان العرق تكون اولا وبعد كده الفالق جه مر بيه وكسره. لقيت العرق كتله واحده، ده دليل ان الفالق اتكون الاول وبعد كده مر بيه العرق، يبقى العرق يبقى هنا احدث عمرا. نرجع كده لنوع تاني من الاسئله مستر شين، بيقول لي اكتب اهميه ما ياتي، دراسه الخواص الميكانيكيه للصخور. طبعا ايه دراسه الخواص الميكانيكيه؟ انت طالب هنا طالب الاهميه ان انا ادرس الخواص الميكانيكيه، يبقى بهدف ايه؟ انشاء طبعا ايه؟ انشاء العمارات العملاقه، الكباري، الطرق، المدن الجديده، يبقى دي بهدف انشاء المنشات الهندسيه الضخمه، هدف انشاء المنشآت الهندسيه الضخمه. بيقول لي كمان الثورات البركانيه القديمه على سطح الارض، الثورات البركانيه القديمه على سطح الارض. طبعا دي كانت اساسيه يا محمد، من عوامل اساسيه جدا جدا جدا
في تكوين الغلاف المائي، في تكوين الغلاف المائي، لان كان من الحاجات اللي بتتصاعد من الثورات البركانيه القديمه كميه ضخمه جدا من بخار الماء، بخار الماء اللي هو تكثف وتكون ايه ونزل عليه امطار، كون الغلاف المائي، كون الغلاف المائي. سؤال آخر بيقول لي أهمية دراسة تحلل العناصر المشعة. تحلل. طبعا ان انا ادرسها، احنا خدنا ايه من عشان احدد عمر الارض كان في طريقتين، تحلل المواد المشعه دي واحده وتطور حياه. يبقى تحلل المواد المشعه تحديد عمر الصخور او تحديد عمر جيولوجي الصخور او عمر الصخور، ودي ساعدتني ان انا عرفت عمر الارض 4600 مليون سنه، 4600 مليون سنه. سؤال آخر مستر هشام بيقول لي ادرس الشكل الذي أمامك ثم أجب عن الأسئلة التالية. ادرس الشكل الذي أمامك ثم أجب عن الأسئلة التالية. مديني الشكل ده، بيقول لي تعرف على التركيب واحد. التركيب واحد يا مستر هشام ايوه كسر بالشكل ده كده أهو، كسر كسر ده أهو، ايوه وبرضه جايبه لي من الجنب التاني هنا كسر بالشكل ده كده أهو. طب هو هنا بيسالني على التركيب، ماليش يا محمد ايه العنصر ولا كده، يبقى انا عاوز التركيب ده على بعضه. ده انا شايف ايه، ان في يمينه وشماله في فالق عادي، في فالق عادي، فهو دوت ايه، يبقى عندي فالقين عاديين اتحدوا في صخور حائط السفلي الجزء هو ده التركيب ده كده، هو رقم واحد ده مستر هشام. على بعضه دوت، يبقى ده لا بارز. ده كده واحد اهو، خط ده بس لا ده والخط بس، ده برضه، ده بس كده. سوري انا اسف، مش الكتلة اللي في النص مش يعني. النص دي. بص يبقى الكتله دي يا محمد انا شايفها ايه، ان هي الكتلة دي كده، الله يفتح الخط عليك، ده كده الخط ده كده بيعبر عن رقم واحد. ده فارق عادي يا محمد، شايف ان السهم كده صخور تمام. حائط العلوي نزلت لتحت، وهنا الناحيه التانيه برضو صخور حائط العلوي نزلت لتحت، يبقى نمره واحد فالق عادي. خلي بالك انت جايب ده على اليمين وعلى الشمال فالق عادي، هنشوف بقى المفاجاه دلوقتي. بيقول لي علل اختيارك. لان صخور الحائط العلوي تحركت الى اسفل بالنسبه لصخور حائط العلوي، صخور حائط السفلي. السؤال اللي بعد كده بيقول تعرف على التركيب رقم 2 وعلل اختيارك. طبعا التركيب رقم 2 الكتلة اللي في النص ده مستر هشام. الله، انت عندك يمينك فالق عادي وشمالك فالق عادي يا استاذ محمد، وشايف الكتله دي بينهم بارزه، يبقى ده فالق ساتر او فالق ايه البارز او السواتر، ده بنقول ايه فالق بارز. طبعا علل اختيارك. كتله صخور فالقين عاديين اتحدا في صخور الحائط السفلي، في صخور حائط الايه السفلي. الله يفتح عليك. بيقول لي تعرف على التركيب رقم 3 وعلل اختيارك. طبعا التركيب 3 اللي هو الكس ده كده اهو. شايف يا محمد الكتلتين يا محمد نفس المنسوب، وشايف سهم رايح فوق قدامه وسهم رايح ورا زي ما انت حضرتك بتشاور لي كده، سهمين دول، يبقى ده عندي فالق، فالق ذو حركه افقيه، فالق ذو حركه افقيه طبعا، لان الصخور المهشمه تحركت حركه افقيه دون وجود ازاحه راسيه، دون وجود ازاحه راسيه. نرجع كده مع بعض برضو. بيقول لي سؤال آخر يا مستر هشام، اختر الإجابة الصحيحة. إذا وجدت في تتابع رسوبي مجموعتين من الصخور متوازيتين يفصلهما سطح تعرية فإن التركيب يسمى. الله يعني. مديني اختيارات بقى. عدم توافق انقطاعي، فالق عادي، طية محدبة، عدم توافق زاوي. لو سمحت يا محمد، جميل جدا، تتابع رسوبي مجموعتين الاتنين متوازيتين يفصلهما سطح تعريه، طالما ان هما المجموعتين دول كلهم صخور رسوبيه انا اعرف المتباين. بص ناخدهم واحده واحده. عدم توافق انقطاعي احتمال كبير قوي ان الاجابه دي تكون صح، احتمال، فهنسيبها دلوقتي. فالق عادي ماليش دعوه بالتتابع الرسوبي. طيه محدبه، الطيه المحدبه بطبقات مايله بتاعتها. عدم توافق زاوي تبقى الطبقات اللي فوق افقيه واللي تحت مايله، يبقى هو الإجابة الصح عدم توافق انقطاعي، لأنه مجموعتين من الصخور متوازيتين فوق أفقية واللي تحت أفقية. بيقول لي كده ادرس الشكل المقابل لمستر هشام ثم أجب عن الأسئلة التالية. ما التركيب A و C؟ ما التركيب A و C؟ التركيب A طبعا يا مستر هشام كتلة الصخر دي بالشكل ده كده أهو. ممكن احنا نقولها كاسم بس احنا لسه ما درسناش التركيب ايه دوت، ده بنقول عليه ايه عرق، هناخده بعدين كده ان شاء الله يا استاذ محمد. سي بقى مستر هشام طبعا الطبقات جايه بانسناء شويه بالشكل ده كده اهو، يبقى ده طيه محدبه، طيه محدبه. ما التركيب بي وما نوع القوى المسؤوله عن تكوينه؟ التركيب بي بقى اللي هو الشكل ده كده اهو. التركيب بي، التركيب ده طبعا انا شايف قلت لك خط بالي، يبقى دوت فالق، ده فالق ماشي يا استاذ محمد. طب انا هعلم على اي طبقه يا استاذ محمد واشوف اقارن بينها.
طيب انا برضه بالنسبه مستر هشام، عشان الفلك ده برضه بيعمل مشاكل كتير، يعني اه هل هحدد طبقة واحدة ولا اطمن باكتر من لا طبقة؟ باكتر من طبقه يا ريت، يعني ايه امسك لي كده طبقه يعني ونحط. الطبقة دي كده انا لو بصيت عليها مستر هشام هلاقي ليها تكملة فوق هنا وممكن يبقى ليها تكملة هنا، فكده الطبقة دي كده هل ينفع اختارها؟ لا خد خد لي مثلا ايه الطبقه اللي عامله فيها النجوم دي، ايوه دي مثلا مثلا، دي او مثلا واللي تحتها مربعات. اللي تحتيها طبعا، يعني الطبقتين دول كده انا كده هشوف اي طبقتين زي بعض ويكونوا لازم ورا بعض، ورا اللي بعض هي دي كده ودي كده اهو. ابص الناحية التانية الاقي بص، أيوة برافو عليك. تكملتهم تحت اهي، الله يكرمك. تكملتهم تحت اهي. الأول عاوزين نحدد فين صخورات العلوي يا أستاذ محمد وصخورات السفلي. نبتدي كده تاني، أه يبقى نحط نقدم إيه؟ مسطرة الكسر اهو، صخورات العلوي اللي هي اللي هرفع الله بمسطرة لفوق، مجرد ما ارفعها يبقى الجنب ده كده كله صخور الحائط حاضر العلوي العلوي، بتاعي. الله يفتح عليك. خلاص طيب يبقى الجنب ده كله يا مستر هشام صخور الحائط العلوي بتاعي. طب صخورة هعمل ازاي بقى؟ الطبقة دي صخور الحائط العلوي الطبقة دي هنا ودي هنا تكملتها اتشدت ونزلت لتحت. الله يفتح عليك، يبقى ده فالق عادي، فالق عادي. يبقى كده احنا اتعلمنا من الشكل ده كذا حاجة يا مستر هشام. اه ما تبصش على طبقة واحدة ابدا ابدا. يعني اكد بكذا طبقة، لان ممكن طبقة، يعني عارف احنا لو مشينا من الاول مع الطبقة دي وديت يبقى فالق كده معكوس بقى فلق معكوس. لا هو غلط. مش فلق معكوس، هي تكملة الطبقة دي كده اهيت، مش الجزء اللي فوق ده كده. الله يفتح عليك. خلاص فده خلاني لازم امسك كذا طبقة. انا بصيت للطبقة ديت تكملتها فين؟ تكملتها اهو. الله يكرمك. الطبقة اللي فيها زي اولى بالطوب ديت تكملتها تحت اهو، الله يكرمك. وابتدي برضو اشوف كده ايه اللي حصل. حددنا لقينا الطبقات مش قدام بعضها، خلاص عرفنا ان ده فالق. مسكنا صخور الحائط العلوي شفنا ايه اللي هيحصل لصخور الحائط العلوي، لقيناها اتشدت ونزلت لتحت، خلاص عرفنا ان ده فالق عادي على طول. لا سنة، ده في سؤال جميل جدا جدا لسه دلوقتي حضرتك منبهنا عليه، ايهما احدث واقدم، يعني بي ولا ايه؟ هنا بص بقى العرق اللي هو ايه دوت ما كتلة واحدة اتكسرش، اهو، كتلة واحدة اهو يا مستر هشام. ما اتكسرش، هو اللي اخترق يعني الفلق حصل الاول وبعدين العرق جه. فده جميله جدا الرسمه دي، لان دايما بنلاقي العرق مكسور ومتحرك، مكسور ومتحرك، يبقى ساعتها العرق نقول ايه اقدم. لما هنا في الحاله دي لا، ده الفلق حصل وبعدين حد صخور ناريه دخلت اسمها عروق هناخدها بعدين، يبقى هنا العروق احدث من الفالق. يعني مش في كل الحالات تقول لي الفالق احدث، مش في كل الحالات يا استاذ محمد نقول على الفالق احدث، في الحاله دي لا، ده الفالق اقدم والعرق هو الايه. ولو بالترتيب لو عاوز ترتب الاحداث، الطيه وبعدين الفالق وبعدين ايه العرق ايه، تمام، ده ترتيب الاحداث. اتفضل. نرجع لسؤال اخر مستر هشام، بيقول لي اكتب الرقم الدال على كل مما ياتي كثافه اللب الداخلي. كثافه اللب الداخلي من الارقام اللي المذكوره عندي مهمه قوي، لازم اكون افتكرها كويس قوي، 14 جرام لكل سنتيمتر مكعب. لا استناني بقى، يبقى بالتالي لازم برضو افتكر كثافه اللب الايه الخارجي، الخارجي 10 جرام لكل سنتيمتر مكعب، الارقام المهمه قوي، والوحده اهم من الرقم، جرام لكل شرطه، سنتيمتر مكعب. وده طبعا ولادي درسوها كتير قوي في الفيزياء، فيعني ايه سمك الوشاح. انت هنا بتقول لي سمك الوشاح، الوشاح سمكه 2900 كيلو متر، 2000. طب لو سمحت يا استاذ محمد، ما دام بتسالني هسالك انا كمان، سمك اللب الخارجي اللب الخارجي يصل سمكه 2100 كيلو متر تقريبا، نصف قطر اللب الداخلي، اللب الداخلي 1386 كيلو متر. الله يفتح عليك. طبعا القشره المحيطيه من 8 ل 12 كيلو متر، بينما القشره القاريه خلي بالك مش 60 كيلو متر، لا نقول يصل سمكها الى 60 كيلو متر، يصل يعني ممكن يبقى اقل ويتزايد يتزايد يتزايد لحد ما يوصل ل 60 كيلو متر. نرجع كده لسؤال اخر مستر هشام، يقول لي ادرس الشكل التالي ثم اجب. مديني الشكل ده كده وبيقول لي ما التركيب المشار اليه برقم واحد، والتركيب رقم واحد كتله بالشكل ده كده يا مستر هشام قاطعه للطبقات بهذا الشكل طب. وما كملتش للاخر. طيب هو ايه، هي دي اسمها عروق، اسمها عروق قاطعه، فهنتكلم عليه انه نقول ايه ان ده عرق قاطع، برضه هناخده في الباب الثالث ان شاء الله بالتفصيل بعد كده، بس هو هنستفيد من الحته دي حاجه مهمه قوي، ده في عدم التوافق، لان ايه مذكوره كلفظ. اتفضل. نرجع كده تاني معلش،
بيقول لي هنا ثانيا ما التركيب المشار إليه برقم 3؟ ورقم 3 ده مستر هشام سطح بالشكل ده كده، الله يكرمك. السطح ده كده اهوت، من الواضح كمان ان الطبقات اللي تحتيه في طبقات اهي مايله، واضحه عامله قوي، ميل اهوت، واضح جدا الميل ده الله بالشكل ده كده اهوت، الله يكرمك. يعني الطبقات دي كده مايله بالشكل ده كده اسفل هذا السطح، واللي فوقها ايه يا محمد؟ واللي فوقيها افقي، افقيه يبقى بالشكل ده افقي، كده واللي اهوت. تحت مايل، يبقى ده سطح عدم توافق زاوي، سطح عدم توافق زاوي. الله يفتح عليك. ثالثا بيقول لي هنا ما التركيب المشار اليه برقم 4؟ بص رقم 4 يا مستر هشام هنلاحظ ايوه حاجه برضو مهمه جدا هنا، ان العرق واحد ده ما كملش لفوق، العرق واحد ده وقف عند السطح ده كده اهو. انت كده بتستفزني عشان ايه؟ نفتكر ايه الشواذ بتاعت عدم التوافق. المهم انا عندي طبقه افقيه تحت السطح 4 اهو وطبقه طبقة افقيه فوق سطح 4، تاني طبقه افقيه تحت سطح 4 وطبقه افقيه رسوبيه افقيه فوق سطح 4، يبقى ده عدم توافق ايه؟ انقطاعي انقطاعي على على طول، طول. وجود اهو وجود عروق في مجموعة صخرية وعدم وجودها في المجموعة الأحدث، ده شاهد من الشواهد اللي بيؤكد ان ده سطح عدم توافق على طول، الله يفتح عليك. يبقى ده سطح عدم توافق. وبما ان الطبقات هنا الطبقة دي توازي الطبقة دي بالشكل ده كده، يبقى ده على طول سطح عدم توافق انقطاعي، سبحان الله، الله يبقى ده يفتح. كده سطح عدم توافق انقطاعي على طول. سؤال آخر مستر هشام بيقول لي اختر الإجابة الصحيحة، تنتشر دوامات الحمل أو دوامات تيارات الحمل فيه، تنتشر دوامات تيارات الحمل فيه، هل اللب الداخلي، الجزء العلوي من الوشاح، اللب الخارجي، ولا القشرة الأرضية؟ ليه دوامات دوامات دايرات الحمل يا تيارات محمد؟ الحمل محمد اه بص، هي مش في اللب الداخلي، اللب الداخلي ده صلب فمش هتحصل فيه دوامات اطلاقا، يبقى دي هنشطبها. الجزء العلوي من الوشاح، انا اعرف الجزء العلوي من الوشاح صخوره لدنة مائعه يسلك مسلك السوائل، طب نسيبها دلوقتي. اللب الخارجي انا عارف ان هو كله مصهور ما فيهوش التيارات الايه، دوامات الحمل دي، الحمل. القشره الارضيه صخور صلبه. نرجع تاني الجزء العلوي، يبقى الجزء العلوي من الوشاح لان صخوره لدنه مائعه تسمح بانتشار دوامات تيارات الايه؟ الحمل. طيب ايه فائدتها بقى؟ طبعا لما حدثت دوامات تيارات الحمل ادت الى حدوث حركه للقارات. الله يفتح عليك. يمكن قلنا ان قارات العالم كانت قديما كتله واحده وبعد كده انفصلت ولا تزال اخذه في الانفصال او في الحركه الحركة بتاعتها. بتاعتك تمام. طبعا هندرس الكلام ده بالتفصيل بعد كده في الباب الرابع ان شاء الله. مستر هشام سؤال اخر بيقول لي هنا اكتب المصطلح العلمي الدال على صخور تكونت من دفن السراخس والأشجار الحرشفية. صخور تكونت من دفن السراخس والأشجار الحرشفية. انا فاكر السراخس والاشجار الحرشفيه دوت كان من مميزات العصر الكربوني، والعصر الاشجار دي ادت، مكتوب عندي في من مميزات عصر الكربوني كده ان الاشجار دي ادت الى تكوين طبقات الفحم، يبقى الصخور التي تكونت نتيجه دفن السراخس والاشجار الحرشفيه هي طبقات الفحم، طبقات الفحم في العصر الكربوني. الله يفتح عليك. نرجع لسؤال آخر برضو من الأسئلة الجميلة الجميله معانا برضو، بيقول لي هنا ادرس الشكل الذي أمامك ثم أجب ماذا يمثل التركيبان واحد ولماذا. طبعا مديني التركيبين واحد برضو يا مستر هشام عشان نشوف مع حضرتك الخط ده كده ايوه حاطط عليه واحد، وفي نفس الوقت الخط ده كده حاطط عليه واحد. طالما يا استاذ محمد كاتب على الرقمين يعني على الخط ده واحد والخط ده واحد، يبقى دي حاجه واحده يا جماعه، يعني ابننا ما يجيش يقول واحد ديت كذا وواحد دي كذا، لا يبقى ده حاجه واحده، همسك خط واحد منهم. اولا قلنا نشوف طبقه كده مثلا، يبقى كده احنا عندنا دلوقتي اهوت الطبقات مش قدام بعضها يا مستر هشام، يعني الله لو لاحظنا الطبقه دي كده تكملتها فوق اهو، الطبقه دي تكملتها فوق اهو، الله يفتح عليك. خلاص طبعا ده معناه ان ده كسر، مش كسر بس، ده كسر معاه حركه بحرك. طيب فين صخور حائط العلوي يا محمد؟ انا شايف الكسر عندي اهو، الكتله دي كده كلها دي صخور الكتله حائط دي العلوي. كل دي اللي فوق مستوى الفالق، يبقى الجنب ده كده صخور الحائط العلوي. ماشي جرب نفس لي الاول واحد الكلام تاني. لو انا الله يفتح بشتغل من عليك. الجنب التاني اهو، ايوه الكتله دي الكتله دي اللي فوق مستوى الفالق، يبقى الكتله مستوى الفالق اهو دي الكتله اللي فوقيه، يبقى دي كلها صخور حائط العلوي. يبقى عندي هنا واشوف صخور حائط العلوي تحركت الى اسفل اهي، يبقى الطبقه دي كده بقت اسفل تكملتها دي
اتشدت ونزلت لتحت دي لاسفل، يبقى صخور الحائط العلوي تحركت الى اسفل نتيجه شد، يبقى ده اسمه فالق عادي. طب والناحيه الثانيه برضو واحد يبقى فالق عادي والله، يبقى ايه؟ يبقى ماذا يمثل التركيبين؟ واحد هو ايه؟ فالق عادي. لماذا؟ لان صخور الحائط العلوي تحركت الى اسفل نتيجه قوى شد. طبعا برضو بيقول لي مع ذكر نوع قلنا فالق عادي على طول. الله. عايزين اسم التركيبين اتنين ولماذا؟ التركيبين اتنين ولماذا؟ بيقول لي هنا برضو ماذا يمثل التركيب ثلاثة يا مستر هشام؟ معلش مع ذكر نوع. التركيب ثلاثة السطح ده كده اهو. تاني. السطح ده كده اهو. اتفقنا يا محمد، حاجة ماشية بالعرض، حاجة ماشية بالعرض، يبقى في الغالب سطح عدم توافق يا استاذ محمد، يبقى سطح عدم ايه؟ توافق. طب انا شايف الطبقات تحتيه عاملة يعني جاية جميلة. وعامله زاويه يا مستر هشام، زاويه وزاويه وزاويه وزاويه، كل دي زوايا. زاويه يبقى ده سطح عدم توافق زاوي، سطح عدم توافق زاوي. طيب لماذا؟ بيقول لي اكتب اسم التركيبين، التركيب اتنين ولماذا؟ التركيب ده اتنين اهو ولماذا؟ ده طيه محدبه، طيه محدبه، لان الطبقات تنحني لاعلى، واخد بالك ازاي؟ واقدم الطبقات في المركز، اقدم الطبقات في المركز. اربعه ولماذا؟ برضو اربعه هنا بقى. دي برضو يا مستر هشام عشان ناكد عليها برضو. بص يا محمد، هنا بقى في مشكله كبيره قوي في اجابه السؤال ده، كبيره قوي، ولادي كتير قوي يلخبطوا في ايه اربعه. فيقول لك صخور الحائط العلوي، يا ابني انا بقول لك ما اسم التركيب، يا ابني ما اسم التركيب، يبقى لازم تقول لي يا اما طيب انواعها، يا اما فالق بانواعه، يا اما اسطح عدم توافق بانواعها. طالما بقول لك ما اسم التركيب، لو انا كنت بقول لك ماذا يدل عليه اربعه كنت مشكورا قول صخور الحائط العلوي مشكورا، انما طالما لبست وموجود قدام عينيك ما اسم التركيب، ما اسم التركيب، يبقى دي على طول تركيب، يبقى لازم يكون زي ما انا قلت فالق طيه اسطح عدم توافق. طب نرجع للرسمه كده تاني، انا عندي فالق عادي وفالق عادي، يعني على اليمين وعلى الشمال فالق عادي، يبقى عندي في الرسمه فالقين عاديين اتحدا في صخور، اشوف الكتله بقى اللي في الوسط دي ايه؟ انا شايفها صخور الحائط العلوي، يبقى ده اسمه فالق خندقي او فالق خسفي. بنشكر حضرتك كثير يا مستر هشام. طبعا في نهاية لقائنا أعزائنا المشاهدين بنشكركم كثير، بنشكر كل فريق الإعداد، إن شاء الله معاكم في الأسبوع القادم مع الباب الثاني المعادن، وهنحضر لكم بقى شوية عينات وفيديوهات عشان تبقى صور المعادن وكل خصائصها تبقى واضحة وسهلة جدا معاكم. نراكم دائما بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.